عيش كل يوم وارمي الفشل دايما بعيد، حب الحياه خلي الامل جواك يزيد. مساء الخير، مساء السعاده، مساء كل شيء جميل على متابعي اسرار والنجوم من قناه الصحه والجمال 11/8/23. بحييكم تحيه كبيره مني انا، كل سنه وانتم طيبين. العيد الحمد لله يعني انتهى بخير، ويا رب ايامنا كلها عيد. تحيه مني ومن رئيس قناه الصحه والجمال الراعي لبرنامج اسرار والنجوم الاستاذ عبد الحميد توفيق. النهارده طبعا ضيفي متميز باعمال يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه جميله، اثرت في جيل التسعينات والالفينات يعني، ولا زال حتى الان بيأثر باعماله واختياراته الاعمال اللي هو بيغنيها، لان الفنان رساله وهو رسالته في الفن وفي كمان في المجتمع هنعرف منه الكثير وكثير للعديد والعديد من اعماله. يا خساره يا اول حبيب، قول الحق، زمن العجايب، عينيكي سلاح، ألبوم شوقي، وكتير وكتير، ويجيلوا نجوم الحمد لله لهم مكانة في المجتمع. ضيف لضيفكم الفنان القدير النجم إبراهيم عبد القادر، برحب بيه. مساء الخير عليك. مساء الفل يا إسرار، ميرسي على المقدمة الجميلة دي، ربنا يعزك يا رب. احنا بنعتز بيك وبفنك وبوجودك في المجتمع، يعني حياتك بتأثر تأثير في الفن وتأثير في المجتمع المدني، فده شيء يعني نفتخر بيه. هو يعني أجمل حاجة في الفنان إنه يكون ما هو نجاح الفنان من المجتمع. صحيح. فلما المجتمع يحتاجه فأكيد لازم يلبي أوامر المجتمع. مزبوط. والمجتمع هو الناس، هو الجمهور اللي بيحبك. صحيح. تحس بيه. يعني أنا نجاحي كان من الجمهور. صحيح. ما كانش من حد تاني، ما كانش حتى من إعلام. يعني بداية يعني الإعلام لما بيجي يسلط الضوء عليكي بناء عن حب الناس. صحيح. والنجاح الجماهيري من الناس، فدي نعمه من عند ربنا، وده الكنز اللي انا يعني بحتفظ بيه قوي وبعتزي بيه. ده اغلى من اي حاجه في الدنيا، اغلى من الفلوس، جداً اغلى من اي حاجه جداً. هو حب الناس. طبعا نبدا بورسعيد ومشوار ابراهيم عبد القادر وعشق البورسعيد وحبه للفن وانطلاقته الجميله في عالم النجوم والزملاء اللي لسه مأثرين فيك حتى الان. طبعا بصي، هي بورسعيد اثرت فيا جدا. صحيح. يعني لو قلت لك من ايام الهجره والمعاناه بتاعت اهل القناه كلهم، فاعتقد ده شكل في وجداني وانا طفل الدراما، الحب للدراما والاغاني الدراميه. يعني جايز انا سبت حميد وانا في قمه نجاح حميد ولجأت الى الفنان صلاح الشرنوبي والفنان سامي الحفناوي. انت عملت الدراما مع حميد الشاعري كتير. عملت كتير. طبعا عملت البومين، يعني يعني كسلاح 87، عملت علمني 89، عملت نجوم الشرق الاولاني، نجوم الشرق الثاني. والحمد لله في الفتره دي كنت قدمت على حميده للجمهور وخدت الشركه. طبعا طبعا. انا محب لاي فنان، يعني اساعد، يعني لو في فنان حتى من عندنا حتى من عندنا في بورسعيد عندنا مطربه جميله اسمها جان عادل عاشور، كنت لسه مقدمها الفتره اللي فاتت في الاعلام في الفضائيه المصريه الثانيه. كتير عارفين انت موجود النهارده، وهم كتير على فكره عايزين كانوا يقابلوك. شرف ليا طبعا. الفنان ابراهيم عبد القادر كمان، خاصه يعني بورسعيد ودمياط وسويس. لا نتكلم على البورسعيد دي. كل دول يعني شيء واحد. ففي عندنا كمان يعني في اخر جزء هنقابل موهبه في الشعر جميله. جميل هاجر. جميل طبعا. ان شاء الله هنقابلها في اللقاء. اتشرف طبعا. نسمع منها الاشعار الجميله. اتشرف. حضرتك يعني فكرني الجيل الجميل بتاعك، جيل التسعينات، نفكر جمهورنا يعني بالصحاب والزملاء. هو اول البوم انا عملته 87، كان موجود على الساحه انا وحبيبي علاء عبد الخالق، منى عبد الغني، حنان، محمد فؤاد، قبلنا طبعا الكينج منير. بعد كده انا يعني كنت عملت ثلاث البومات، بدا يظهر ايهاب توفيق باغنيه داني، بدا يظهر مصطفى قمر في التسعينات، بدا يظهر حبيبي احمد جوهر، بدا يظهر سيمون وانوشكا وكل المجموعه الجميله دي، كانوا تقريبا بعدنا بثلاث سنين يعني. ده جيلي، وهشام عباس وحكيم لا احنا كنا جيل جميل قوي، بنحب بعضنا مع اختلاف شركاتنا، كنا بنقف مع بعض نغني ونسوق. ما زال متهيألي لسه طبعا، ما زال، بس الحياه خدت الحياه خدت شويه، الحياه خدت شويه، واعباء الحياه ومعاناه الحياه والانشغال بتاع الحياه والولاد تاثر. صحيح.
يعني دي طبيعي، انما بنشوف بعضنا وكاننا احنا لسه مقابلين بعضنا امبارح يا يعني. سلام. دي ده اجمل حاجه في جيلنا يعني. كان بيجمعكم حميد برضو، حميد حميد شاعري طبعا، اثر تاثير كبير في طبعا الموسيقى يعني، طبعا انا حميد، بعشق اعماله حقيقي حميد كلها، عمل مدرسه طفره. لا يستطيع احد ان ينكرها، واتمنى ان حميد يرجع تاني ويرجع بكل الجيل مش بافراد من الجيل، لان انا ملاحظ ان حميد بدا يرجع بمصطفى وشام وإيهاب وهشام. أنا بقول له يا حميد الجيل أكبر من كده، خد كل الموجود. ممكن طبعا نعمل حاجات كتير قوي صحيح، ونقدمها للناس وللشباب، بلاش نحتكر الجيل في 3 أصدقائي، لا في أسماء كانوا قبل اللي أنت بتتبناهم، لا في إبراهيم عبد القادر كان باكورة النجاح بتاعك، أنا بقول بوجهها له طبعا. بصفة أنا صريحة يعني. ف و و و يعني ايه، خلي الفن فن، ولو في اختلاف شخصي او حاجه كده يعني، لان يعني كان في اختلاف بسيط كده يعني، افصل يا حميد ونرجع كلنا مع بعض يعني. يا ريت، اتمنى، وحشتنا الاعمال الجميله اللي انت طبعا انت بتفتكر طبعا حاجه من التسعينات نغنيها كده لايف، ايه رايك؟ كتير يلا. يعني. وحشنا صوتك. هقول لك الاغنيه اللي كانت سبب مشكله بيني وبين حميد، اقول والحق وسطاني، كان اياميها يعني كتير من النقاد يقول لك الاغنيه الهبابيه والاغنيه الشبابيه والاغنيه، وبيقللوا من قدر الاغنيه، فكان في هجوم شديد جدا. فانا جيت اغني في الاستوديو فلقيت الاغنيه اقول والحق وسطاني بدات تقول يعني، حميد كان بادئها تا اقول له الحق، فقلت له حميد انا عايز اعمل موال ليه لا، قال لي ما عملتش مزيكا، قلت له يا حميد عايز اعمل موال، الناس قاعده تشتمنا وقاعده تعملنا والجيل الفاسد والجيل، فهقول للناس الموال اللي انا عملته من غير مزيكا ومن تلحيني يعني، انا اللي قلته، انا من النوع العنيد، من النوع اللي بأصر على حاجه وانا شايفها هتبقى حاجه كويسه ومختلفه. تمام. اقول والحق وسطاني ليالي هواك بسطان، بحبك لو زماني يدوب ويخلص عمر أقول تاني، أقول والحق وسطاني ليالي هواكي بسطاني، بحبك لو زماني دوب ويخلص عمر أقول تاني، أقول تاني، أقول تاني، يا بستان الهوى تاني نسايم شوق محوطاني، بتتمايل هو تمايل، بتتغرب هو تغرب، وبتبعد وبتقرب، اقول والحق يعني حاجه كده يعني. كانت الله عليه عادل عمر، دكتور عادل الله يمسيه بالخير يعني. الله، لا عادل عمر شارك وهي في قعدة أعمال، في ألحان كتير، والله في كلمات كتير. تفتكر له إيه من أعمال؟ لا يعني عندنا يعني عادل عمر كاتب القمر أمرنا، كاتب عينيك سلاح، كاتب أنا هسمع حاجة من عينيك سلاح يا ريت. عينيك سلاح، عينيك سلاح وقلبي ضعيف ملاني جراح وحمل خفيف، يرد الشيل وانا الشايل نجوم الليل بتتمايل، يرد الشيل وانا الشايل نجوم الليل بتتمايل، على بابك يزيد الميل، على بابك يزيد الميل يعني. كان كلام غريب، كان كلام غريب وله بحور من من عمق الكلمه غريب. ايه عينيك سلاح وقلب ضعيف، ولا صيف والشمس، السيف والشمس يعني، يعني تعرف كنا بنجيب افكار. الله. كان جيل جميل، لا وكمان مأثرت، لازالت مأثرة في يعني حتى الشباب جيلنا. جيلنا جيل كان بجد يعني بصراحه، انا لما بكون ماشي في الشارع الاقي كل واحد مسميني باغنيه، هو ربنا كرمني، تعرفي يا اسرار ان كل محطه
تعرفي انت بتتمني اغنيه من الشريط تنجح. انا كنت بلاقي الالبوم كله ينجح، نشكر ربنا فعلا. دي نعمه من عند، لدرجه اقوله الحق وسطاني دي كنت انا اغنيه واحده، وعلي حميده اغنيه، وحميد اغنيه، ومجدي الشاعر اغنيه، سحر نجا اغنيه، كلنا الاغنيه دي الوحيده. امشي في جامعه الدول الاقي اقوله الحق، امشي في اي شارع، لدرجه القطاع الاقتصادي في التلفزيون المصري بعت لي وقال لي عايزين نصور الاغنيه دي. صورتها وانا بغسل الغسيل بقى وبقعد والله كان عملناها. مين المغمير اللي عملها ولا مين؟ كان اخرجها عبد الحكيم التونسي الله يرحمه، المخرج الكبير يعني، وكانت انتاج التلفزيون. الله الله، كان حاجات يعني بجد حاجات مشرفه وليها. الحمد لله يا رب. ابراهيم طبعا اكيد اتكرمت في دول ورحت سافرت كتير يعني، في حاجات ناس ما تعرفهاش. يعني خدت صوت الجاليه في استراليا، وخدت مطرب الجيل في من التلفزيون العربي الامريكي في امريكا، وطبعا هنا لما عملت البوم اول حبيب اتكرمت يعني الالبوم رقم واحد على مستوى مصر. اول حبيب ده كسر الدنيا جدا، عمل جو. انا بجد عايزه اشوف يا خساري اول حبيب. عمل. طب نغني منها جزء ماشي، يا ريت نشوف يا خساري اول حبيب. ما قصرش فيك دمع الهوى لما بكى، ولا يوم عينيك حسيت بقلب اللي اشتكى. يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب، ملكش في الطيب نصيب. يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب، ملكش في الطيب نصيب. ضيعتني وجرحتني وأنا كنت ليك. يعني اثرت ولا زالت عايشه، لان الاغنيه دي نزلت او الالبوم ده نزل حكايه وموضوع. دي بدايه وليد سعد، كانت اول حاجه لوليد سعد بدايه، كان عامل الحب جميل الله يرحمه شهاب حسني. بس كانت البدايه الحقيقيه لنجوميه وليد سعد. الله يرحمه مصطفى زكي جابه لي الاستوديو وقال لي فيه لحن وليد عامله، وهو والده صاحبك الفنان الشعبي فنان السمسميه حسن سعد الله يرحمه، واسمع اللحن ده. كنت انا مسافر استراليا، فقلت له لا انا مش هسافر وهعمل اللحن، وقلت لهم سموا الشريط اول حبيب. فعلا فالشريط ده نزل، كنا بنعمل عادات ان الفرشه 20,000، مره واحده لقينا الفرشه بتتعمل 300,000. انا في استراليا وخبر الشريط جاني حقيقي، والاقي اغنيه منه كانت اسمها اغنيه انا اولا بحبك، شاكر الموجي كان بيعها لي تقريبا، نسي اللي هو بعها لي، راح لبنان بعد 5 ايام. لقيت حد اسمه احمد دوغان على اليوتيوب موجوده مغنيها، فبكلم شاكر قال لي واه نسيت. ربنا يديك العمر. هو فنان جميل، انا بحبه قوي طبعا، انا بحبه كتير ما سمعناش اعماله، لان في لبنانيين جدا بمناسبه لبنان، انا يعني بعزي شعب لبنان، شعب لبنان والمحنه اللي هم فيها، بس لبنان قادره صحيح انها ترجع تاني بسواعد ابنائها في المقام الاول، وبمساعدات انا بشكر سياده الرئيس على الدعم التيارتيني اللي راحوا النهارده وكل العالم بعد صحيح. لا احنا وجامعة الدول العربيه بتتبنى القضيه وتتبنى التحقيق، وانا عايز اقول لشعب لبنان انتوا اقوى من اي محنه، وباذن الله لبنان هتفضل لبنان ترجع تاني باذن الله. اتمنى، لان لبنان يعني لا بلد عظيمه، بلد عظيمه بشعب جميل راقي جدا يعني. صحيح دي حقيقه يعني، يعني كل اعزاء لزملائنا كمان الفنانين هناك وكل الاسر. طبعا نقول لهم حاجه، يا ريت للبنان، ايه رايك؟ بحبك يا لبنان يا اوفي. يا صاحبي يا انسان بناديك في كل مكان، يا صاحبي يا انسان بناديك في كل مكان. اتفرقوا الاصحاب اتغيروا الاحباب، ولا عادش فينا امان، ما عادش فينا امان. على فين واخدنا ظلمنا، وازاي نسينا نفسنا، ازاي نسينا اننا كان اسمنا الانسان. مد الايدين للمجروحين المحتاجين المظلومين، الود فين الحب فين الرحمة في الإنسان. أشكرك يعني، حاجة جديدة سامي الحفناوي والله، دي حاجة قدمتها. أنا كنت دايما لما بحب أغني كنت بجيب موضوع، أنا غنيت للموت
قلت ما يعني كلنا رايحين، بس ما تستسلمش، اشتغل وخلي طموح وخلي الامل قدامك، ما توقفش عند حدود حجريه صعب اختراقها مظبوط خالص. انما رايحين كلنا، فغنيت شيء برضو كلمات غريبة اه أكيد أو طبعا اخترتها مش بأسلوب. شدني يا صاحبي انسان جدا، يعني ان انا اغني للانسان. الإنسانية يعني يعني انت ليه، انت بتتولد ربنا عطيك موهبة وفطرة وإنسانية عظيمة جدا، ليه بمجرد ما بتحط رجليك على الأرض وبتشوف نفسك بتفتري؟ صحيح، ما تلتزم بده عشان ربنا يكرمك. وده اللي موجود في العالم دلوقتي، دي حقيقة. الأقوى والضعيف، بقينا أصبح القوي بين يكره القوي الضعيف، والضعيف، صحيح أصبح. إنما التراحم ده. فلذلك لما قلت لي لبنان، أنا بوجه كلمتي لكل العالم بصفة السفير في الإنسانية للسلام النوايا الحسنة، وسفير معتمد في الأمم المتحدة. احنا يهمنا الإنسان، الظلم والقهر ما بنحبوش في كل الدول مش في مصر بس. ده اكيد مهم جدا ان احنا كسفراء سلام ان احنا بنوجه رسالتنا للسلام، ان احنا كفايانا يعني الشعوب بتمر يعني بنحن بص العالم العربي فين؟ رهيب. احنا فين؟ اولا نشكر ربنا يعني في كل الاشياء، مصر نشكر الحمد لله ربنا مصر، لا مصر انها ربنا ربنا يبارك في رئيسنا وفي جيشنا، احنا عدينا من نقطة صعبة قوي. صحيح، ربنا يعني يحمينا يا ربي بالظبط ويكفينا شر المغرضين داخل الوطن بالظبط وخارج الوطن. بالظبط الملحنين اللي تعاملنا معاهم بقى غير حميد لا يعني انا وسعد يعني وحساوي، في ابو الدهب صالح ابو الدهب طبعا عمل لي شغل وحسن هناك، دنيا طبعا، حسن دنيا طبعا حبيبي واستاذي يعني طبعا، كان حميد معانا الحلقات حميد القديمة وكلمته، حميد الشاعري، سامي الحفناوي، يعني صلاح الشنوبي، لا كتير، وليد سعد، مصطفى صلاح كامل، لحل لك حاجة صح. عصام اسماعيل، الله، كتير. كل الذاكره واحد ليه لون، كل واحد جدا، سبحان الله ليه بصمة، انا كنت بحب التنوع ده قوي يعني صلاح لي بصمة مختلفة جدا جدا. برضو. عصام اسماعيل، استاذ حسن دنيا، حسن عصام دنيا اسماعيل، طبعا مصطفى كامل، لا الحمد لله. فاكر ولحنت حاجة لنفسي كمان، والله؟ لحنت لنفسي. طب نسمع حاجة من الألحان النهاردة، بس مش اقول لك عايزين، مناسبه، انا كنت احنا قاعد عايزين انا نسمع منك غنى النهاردة. كنت قاعد مع عوض بدوي في بيته، فلقيت كلمه بتقول احنا عاده لما بنغني دايما المراه بنتهمها هي الوحشه وهي الغداره وهي، فلقيت حاجه بتقول ايه، وحندم ليه وانا الجاني، وحتى لو حتنساني، وحندم ليه وانا الجاني، وحتى لو حتنساني، من البايع وانا الخاين، من البايع وانا الخاين، وكانت هي شرياني شالتني في العيون والروح، وكانت روحي في المبقى روح وراحت قلبها مجروح، وانا اللي البعد نساني، انا اللي البعد نساني. يعني فلقيت كلمة انا اللي مختلفة. ظالم وانا اللي وحش، وانا كنت بتكلم بلسان المرأة، يعني دايما كنت بحب اكسر القاعدة يعني. لا الكلام غريب فعلا، وانك تقول ان انا الجاني ولحنت انا الكلام يعني الكلام بجد ويعني حتى يعني كشركة او كإنتاج او كسوق، لا يعني يعني ما كانوش مخضوضين من الكلمة، بس او قلت لهم عشان خاطر يعني انا حابب اللحن. طالما انت حبيت الكلمة واللحن اكيد هيوصل بصي باحساسك. طالما الفنان حب حاجة وحسها اكيد لما بيغنيها بصدقه وباحساسه اكيد بتوصل للناس. صحيح صحيح، مش كل الاغاني رقص وطبل وزمر، لا في اغنيه لها اتجاه، في اغنيه سياسيه، في اغنيه اجتماعيه، في أغنية. لسه مغني اغنيه للثانويه العامه، يعني والله ما تقوليش غنيها عايزين لان نقول مش لهم حافظها. لان مش حافظها، لسه بنعدي مخلصها اول امبارح، والله يعني عامله حوالي 20,000 على صفحتي بجد. لاهلي بورسعيد، البنانيت الجميله والشباب الجميل، وحطوا صورهم. مهم قوي للفنان يندمج مع المجتمع، زي ما انا مجتمع مندمج مع اهل بورسعيد في مشاكلهم، في وداخل مرحله انتخابات كنت وداخل لسه مرحله بنتكلم احنا بنتكلم يعني عن تفهمين ازاي؟ الانتخابات وعن طبعا وعن مجلس النواب طبعا، ده شيء اساسي. بس عايز يعني عايزك يعني انت كل مناسبه كنت بتحاول تقدم شيء جميل يفرح الناس، يعني في بالظبط المناسبات بالظبط الوطنيه والدينيه بالظبط بالظبط. والمواسم اكيد في حاجات كتير الفتره اللي اثرت. فاتت عملت عشان طيب، عملت ما نسيتوش، عملت مع العظيم العملاق ناصر المزداوي، استاذ وعميد المزداويه سلموا لي عليها، لا عملت ايه اللي جابه، وعملت احاسيس جديده، عملت اتحمل ليه، لا انا موجود. وبعدين يعني انا عمري ما انت هنساك، اختفيت وقت كده؟ مش اختفيت يعني، انا
عارفه لما يكون عندك بضاعه حلوه قوي وخلاص البضاعه الحلوه ما بقتش موجوده، فانت تخافي تجيبي بضاعتك تحطها في حاجه سيئه. مظبوط. انا ما بحبش اختلط بالمجتمع ده، يعني احب بشخصي او بفني او باسمي او باغنيتي حتى لو في مكان بعيد عني تبقى موجوده في مكان لائق، تبقى موجوده. يعني انا جيت النهارده عشان ايه؟ عشان اسرار فنانه محترمه جدا، لها تاريخ، محاوره جميله، مجتهده، تشرف اي فنان وتشرف اي قيادي او اي، فده اللي ده اللي انا بحافظ عليه يعني. اشكرك. طبعا اكيد الواحد الفنان لازم يحافظ على كيانه وجوده بالظبط. انما ممكن ما اقول لك حاجه، انا ممكن اعمل مهرجان اكيد هيختلف واكسب منه ملايين. لا لا لا، هكسب منه ملايين، هعمل زي ما بيعملوا هم، وصلوا لاخر حاجه وحشه ايه، انا اكتر منهم كمان الدرجه دي ممكن. مثلا مش ده ممكن يحصل؟ ممكن. صح صح. واكسب ملايين. صحيح. طب انا ما عملتش كده ليه؟ احترمت نفسك واحترمت فنك واحترمت جمهورك. لا يعني لان في ناس بدات في لما قلت مثلا انا انزل المجلس، انت جاي تدفع في فلوس مش عارف ايه المجلس، والله دي ناس مغرضه يعني. فانا بقول لهم انا ممكن اعمل مهرجان واكسب منه ملايين. صحيح. وانا قاعد حاطط رجل على رجل، اخلص المهرجان ده في خمس ست ساعات. صحيح. هينزل اليوتيوب، وكل ما حد هينتقد وينتقص من قدري وقدر اللي انا قلته من المهرجان، كل ما انا ابقى ترند عالي جدا واكسب ملايين. صحيح. ولا مجلس شعب ولا مجلس نواب، انما الفنان المحترم زي ما قدم رساله فنيه بيحب بلده بقى زي بورسعيد، فلازم يقدم لها روحه ودمه. صحيح. هو ده اللي انا ناويه. حياتك ان شاء الله الايام القادمه شهر 11 هتكون في مجلس النواب ان شاء الله. يا رب يكتبها لنا يا رب يولي الصالح، تكون خير 2020 باذن الله. خير والله، اتمنى تكون خير عليك وعلى يعني حياتك. يعني حبيت يعني تبدا ببلدك الجميله بورسعيد، لان طبعًا عليها تاثير عليك. لا لا، فضل، لها فضل كبير. بورسعيد لها فضل عليا جدا. طب يعني انت حبيت يكفي الثرى اللي موجود في بورسعيد مدفون فيه ام وابويا وجدودي الله يرحمهم جميعا، يكفي ان دم الشهداء على مدى حروب وتاريخ كبير جدا. بورسعيد يعني تاريخ كبير وبلد عظيمة بناسها وبشعبها الطيب. صحيح. وتظلم كتير. أكيد أكيد. ولازم المرحلة اللي جاية، يعني الرئيس بيقول اختار الأفضل ليك ولبلدك، وأنا بقول للبورسعيد اختاروا وكل المحافظات اختاروا الأفضل ليكم ولبلدكم. صحيح. البروباجندا والمصالح اللي بتحموها من المناصب والكلام ده خلاص. البلد في مرحلة جديدة جدا، عايزة رجالة صادقة ما بتدورش على مصالح، ولا تجيلي ببدلة ولا تجيلي، لا تجيلي مش نائب بس، تحضر جلسات، تبدع وتقدم اقتراحات وتشغل دماغك من واقع بلدك. لو كل واحد يشتغل على بلده هنصدر ان مصر ما فيهاش مشاكل. هو ده الفايدة والمردود من الترشح، مش مؤتمرات باهظة وناس وحشد لا لا، أنا بقول لكل أهل مصر اختاروا زي ما بيقول الرئيس الأفضل ليك ولبلدك، لأن المرحلة اللي جاية مرحلة فارقة جدا. صحيح. مصر محتاجة كل أولادها. بالظبط. كله بالزبط. يشتغل كله بالزبط. يعمل. حضرتك شايف الدور إيه اللي أنت ممكن تقدمه في المجتمع؟ يعني دورك يعني في مجلس النواب ممكن تقدم إيه؟ يعني لبلدك، لمحافظة دمياط، كمان للفن وال بورسعيد بورسعيد وال يعني كل الناس، كل اللي حواليك، كل المحتاجينك. تمام. اكيد هتمد ايدك. بص هقول لحضرتك حاجه، يعني انا من معاشرتي لاهل بورسعيد، اهل بورسعيد ناس طيبين جدا، وممكن معروف عنهم كده جدا، ورجاله جدا. صحيح. ورجاله جدا. اعتقد ان انا يعني من فتره طويله جدا انتقدت احداث كتيره جدا موجوده بورسعيد، المنطقه الحره، و في بطايق الاستراديه اللي توقفت، والبطاله، وخير بورسعيد لازم يعم على اولادها. صحيح. ما يبقاش كده الموضوع يعني. في شرق التفريعه والمناطق اللوجستيه الجديده لازم يبقى ليها حق البورسعيد، ما يبقاش منتدبين من بره من خارج المحافظات. مع احترامي طبعا، يعني انا لما اكون خير بلدي اللي بياخد خيره من محافظات تانية، مع احترامي، لا المحافظات التانية عندها برضو عندها محافظ وعندها قيادات وعندها ثروات وعندها ممكن تشغل ولادها، انما اهل بورسعيد الحال واقف بيهم جدا بقى، خلاص ضيق اليد وصلت لمرحله من الانفصال والتشتيت للاطفال وحاجات كتير جدا. فانا مش عايز شعب بورسعيد ينساق ورا مؤتمر كبير وحشد وحاجات شكل كده، وفي الاخر نجني اللي احنا جنينا. طب ما احنا بقالنا من خمس سنين كان في ناس قيادات محترمه موجوده، من خمس سنين ما عملوش حاجه ليه؟ النهارده جايين يقولوا هنعمل.
صحيح. فكلام مقنع يعني. فانا عايز اقول للبورسعيد والشعب الواعي، وبورسعيد شعب واعي جدا، ولا ياخد بمؤتمر ولا ياخد بيفط، ولا انا ممكن ما اعملش يفط، ممكن ما اعملش مؤتمر، انما ممكن التقي مع الناس البسيطه في بيوتها، في القهوه، في الكافيه، في الشارع، في الناصيه، في الحاره. احنا عندنا ناس طيبه نقعد وياها، عندنا قيادات ممكن نقعد وياها، قيادات من الاسر، اسر عريقه واسر تحسك وانت صادقه وانك هتعملي. انما مش هنكرر تاني ناس تانيه يخدم المنصب وما يعملوش حاجه، ما ينفعش. صحيح. احنا مش عايزين بدل، عايزين قلب. مظبوط. عايزين قلب يخدم بورسعيد. كمان خاصه فنان يبقى كمان الاحساس عندك مختلف. انا لما بغني لبورسعيد ببكي. اكيد اثرت فيك. لما بغني لبورسعيد ببكي. طب. وارجوكي ما تقوليش غني لبورسعيد. ليه؟ هبكي. انا بحب احساسك عامه، وجمهورك بيحب احساسك. يعني والله العظيم ثلاثه، والله العظيم انا بقول هبكي وانا البكا قرب لي. فانا قصدي اقول لك ان انا عاشق لبورسعيد، وبقول لبورسعيد زي ما انا قدمت رساله انت تشرفت بيها، انا ما عنديش حاجه، يعني ما عنديش حاجه، انا عندي، انا مستور الحمد لله تمام، انما ما عنديش القدره ان انا انافس التنافس الكبير ده واللي بيحصل ولعبه الانتخابات، انما عندي القلب وعندي الروح وعندي اليقين والجراه والاحترام والثقافه والشخصيه اللي ممكن تحافظ على مكتسبات اهلي في بورسعيد. تفرق كتير قوي حياتك لما طالما انت حاسس، يعني الفنان حياتك يعني كمان احساسه مختلف عن طبعًا الاخرين. طبعا على فكره اكتر طبعًا. او مثلا بيحس بكل طبعًا حاجه. طبعا هي مش يعني عايز اقول لك برضو في ناس ثانيه، يعني انا بتمنى طبعًا ان كل المرشحين اللي زي بورسعيد يكون عندهم اليقين ده في كل، اتمنى في كل، وانا بقولها لكل الناس، انا لو ربنا كتبها لي احنا لازم نتجمع، احنا الخمسه، احنا السته، صحيح، كنواب مجلس شيوخ ومجلس نواب، ان احنا نجتمع على مشاكل بورسعيد الحقيقيه ونشتغل عليها، وما فيش حد يفرق بينا، يبقى قرارنا واحد، منصتنا واحده، اتجاهنا واحد. صحيح. تمام، ما فيش حد يشتت، لان التشتيت ده بيضعف القوه البرلمانيه في المجلس، بيضعف، والنائب مش هو اللي هو الطلبات الفرديه. الاهل دايرته ليه حق، اهل حد من اهل الدايره ياخد الحق بتاعه واجيبه له. تمام، انما على مستوى بورسعيد بقى احنا مش عايزين نتكلم في مشاكل فرديه 300 طلب و300 يخلصهم، لا، مشاكل بورسعيد بقى، الاسكان والتوظيف والبترول وخير بورسعيد والبطايه الاستيراديه ومشروع سهل الطينه والتعليم وربط التعليم بالمصانع اللي موجوده، في افكار كتيره جدا لازم تتعمل وكلنا نشتغل عليها. وعلى فكره ده اللي بينادي بيه سياده الرئيس. صحيح. انا نفسي يبقى في كل محافظه عندها اكتفاء ذاتي، تصرف على نفسها وتخف من عيب ميزانيه الدوله. انا نفسي بده. صحيح. نفسي في ده. لو كل محافظه فعلا اكتفت اكتفاء ذاتي وما خليتش حد محتاج. بالظبط. على فكره اول المحليات. صحيح. المحليات هي اللي بتصدر المشاكل على مستوى الدول. صحيح. لو اتحلت المحليات بناس قامات محترمه، اقسم بالله لا مصر ما يتصدر لها اي مشاكل. ايوه ده حقيقي. عايزين الضمير بس. هو مش كده، عارف حياتك يعني، هي فعلا الضمير، ازمه الضمير. واللي يحس ان هو عايز المنصب بس، يعني يا ريت يريح شويه ويسيب بقى الناس اللي فاضيه لخدمه الناس. صحيح. انما ما يبقاش عندك المصلحه عايز تخدمها يعني وعايز تحميها، فما ينفعش. دورك يعني في المجلس هيأثر ان شاء الله بامر الله، يعني اتمنى لك النجاح من كل قلبي، وكل جمهورك يتمنى لك النجاح، وكلنا داعمين لك. ربنا يعزك. هل هيأثر على مشوارك الفني؟ لا، انا لو ربنا كتبها لي انا هتفرغ لخدمه اهل بلدي. والفن اخباره ايه؟ خلاص شبعت. بجد؟ شبعت. ما هو الفن هو اللي وصلني. احنا مش بعرفش ما هو الفن هو اللي وصلني للمكانة الرفيعة دي. على فكرة أن تكوني خادمة لبلدك وأهل بلدك، ما أجمل هذا الإحساس. طبعا شيء جميل، بس جمهورك محتاجك، محتاج يشوفك. هل كنت شفت رؤساء كتير يعني كان برضو لهم مكانة فنية وحاجات كتير؟ بس ما أعتقدش. أنا ما أعتقدش أن ممكن أطلع أغني، لأن المشاكل هتبقى والانشغال هيبقى كتير قوي، لأن أنا هبقى متفرغ جدا. مش هتحن لفنك والأعمال؟ أكيد. طيب. أكيد. أكيد. بس هوجه ده لخدمة بلدي في اكتشاف المواهب، في تقديم المواهب، في تدعيمهم فنيا وفي القنوات، وزي ما بعمل واكتشاف المواهب. احنا عندنا بورسعيد مفيش الا عمرو دياب وانا وفي سامح يسري كمان. يسري. تمام، من الطرب يعني او الغنى. بورسعيد ما انجبتش مطربين بعد، مع ان بورسعيد فيها اقوى من ابراهيم عبد القادر واقوى من عمرو دياب جوه، وفيها شعراء اقوى 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 وملحنين، انما ما لقوش الايد اللي تتمد لهم. فممكن اوجه، ممكن امسك لجنه الثقافه والفن في المجلس مثلا واخدم على مستوى المحافظات كلها مش بورسعيد بس.
طب جات لنا مكالمة حياتك خارج بورسعيد من نجاح حمادي. الله. مساء الخير أستاذ محمود من نجاح حمادي. ألو. مساء النور، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيفك الكريم، وأنا بشايف إن هو مقيل الجو. وفينك يا أستاذ المدرب الكبير إبراهيم؟ فينك أنت من زمان، يعني من أيام حمد الشاعري، ويعني إحنا مش ناسين حاجة منك. وثانيا يعني مقيل في الوطني، مش عارف ليه أنا ومعايا حاجة وطني، إيه رأيك إن أنا ممكن أستمع حالك؟ طب هقول لك بس هرد عليك بس انت ده كده. لا مش مكلمة. اولا حضرتك مش متابع، لو دخلت على اليوتيوب وكتبت ابراهيم عبد القادر هتلاقي صفحه مفتوحه فيها الوطني وللريس، وشاركت في التعديلات الدستوريه بخطب مع الامن الوطني في الاقصر، في حمله مواطن، في الاستاد، القاهره، في الغردقه، في بورسعيد، في شبان المسلمين، يعني لا حاجات كتير. والوطني ده انا كل الاغاني وطني الفتره اللي فاتت، فتابع وبعدين وبقول لي بقى رايك. شكرا لحضرتك معانا كمان مكالمه ثانيه النهارده. كتير جمهورك على الجمهور على الفكره اللي شايفنا دلوقتي. اشرف من الجيزه. الو الو، اشرف الشيخ معاك. اهلا بيك يا فندم. اشرف الشيخ اهلا بيك. انا بالحقيقه احنا بنحيي المطرب الكبير ابراهيم عبد القادر وبنقول له انت فين. على فكره انا كنت بحضر لك حفلات سنة 89 وسنة 90 وعينيك سلاح وقلب ضعيف. طبعا طبعا يا حبيبي، اهلا بيك يا اشرف. اهلا بيك يا حبيبي. وكمان في نقطة، انا بقالي 15 سنة مش عارف يعني لما شفتك انت فين بقالك السنين دي كلها. والله العظيم لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي حاجات كتيره جدا. هو الجمهور العادي يا استاذ محمد، يعني الجمهور العادي عايزين يشوفوا الحفلات العاديه. اعتزلت الغناء وكده؟ لا خالص. لا خالص. هقول لك حاجه، يعني طب انت بتشوف مثلا محمد الحلو؟ مش كتير بس. بتشوف يعني علي الحجار؟ بتشوف علاء عبد الخالق؟ بتشوف منى عبد الغني؟ بتشوف حنان؟ بتشوف حسن عبد المجيد؟ بتشوف فارس؟ كل جيلنا احترم نفسه، لان الوسط اللي موجود حاليا مش بتاعنا. انما ممكن لو انت عايز تشوفني انت ممكن تشوفني كل يوم واعمل لك مهرجان جميل جدا. بس ما ينفعش. انا بكلمك عشان انت وحشتنا. ربنا يعزك، ربنا يعزك. الحلوه ده شرف ليا، ما تحرمش منك ومن سؤالك. ربنا يحفظك ويديك الصحه. ما تحرمش من حضرتك يا رب. ويبارك فيك دايما يا حبيبي. ربنا يعزك يا شرف، ربنا يعزك. اشوف وشك على خير. مع سلامه الله. مع السلامه. شكرا. طبعا معانا كمان نجوم على معانا الاستاذ حسن دنيا حبيبي. الو الو. طب معانا كمان معانا البنوته جميله، البنوته جميله اللي جايه من دمياط عشان استاذ ابراهيم عبد القادر. هم عارفين ان اي مكرم فون. اهلا وسهلا باستاذ مكرم، النهارده المكالمات لحضرتك. اهلا بيك استاذ مكرم. الو. اهلا. ايوه اهلا بحضرتك يا استاذ مكرم، اهلا وسهلا. خطأ. الو. احنا الجمهور على فكره العادي. الو. ده اجمل جمهور على فكره، ده جمهورنا الحبيب على فكره. احنا والله جميل جميل فاتحين الاونلاين على فكره عندنا على جميل اكيد شايفيننا دلوقتي. طبعا بشكر جمهورنا اللي متابعنا دلوقتي في كل مكان، لان معانا النجم الكبير ابراهيم محمد ياسر من بورسعيد. احنا النهارده معانا بورسعيد كلنا. اهلا وسهلا يا محمد. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيك، معاك النجم، نجم بورسعيد طبعا ونجم الجامعات كلها ابراهيم عبد القادر. حبيبي وعشره العمر الجميل والفنان اللي مشرفنا دايما والشخصيه المحترمه حبيبي يا محمد، ربنا يعزك. حقيقي فعلا انا بتشرف ان انت قدامي، وبتشرف ان انت من بورسعيد، اسم جميل وابن بلد اصيل. ربنا يخليك. وبتمنى فعلا لو في عندنا من بورسعيد خمس افراد زي حضرتك كده، تاكد ان احنا هنبقى من اعظم بلاد الدنيا يا حبيبي. ده شرف ليا. وعلى مستوى مصر يعني يا ريت كل الناس تكون بتتفرج دلوقتي اللي حضرتك بتقوله، وفعلا ده هيبقى منطلق ان مصر تبقى في القياده دايما يا رب. زي ما حضرتك قلت وتفضلت، سياده الرئيس بيقود هذه المسيره، واتمنى فعلا ان الناس فعلا تحس باللي جواك، لان انت هو ده، هو ده اللي بتمناه. بس والله والله العظيم هو ده اللي بتمناه. انا قدامي حرب يا محمد قويه جدا جدا، وانت عارف لعبه الانتخابات. بس كل اللي يكلمني اقول له انا معتمد على الله وعلى حب الناس واقتناع الناس، وان انا مليش صالح ان انا اكون خادم لاهل بورسعيد والله العظيم. شكرا يا محمد.
بورسعيد واهل بورسعيد حبايبي طبعا حبايبي ربنا يخليك يا محمد، شكرا لمكالمتك يا حبيبي. انا عايز اسمع الاغنيه الوطنيه اللي انت قلتها بورسعيد يعني بورسعيد ويعني وجمهور بورسعيد اللي متابعينا دلوقتي، اهداء من الفنان ابراهيم عبد القادر ليكم. احنا حابين النهارده نغني لايف على فكره، حابين نغني لايف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. برضو عبده من بورسعيد، اهلا بيك يا استاذ عبده، بورسعيد كلها متابعينك دلوقتي. الله يسعدك يا مريم. الو الو. ايوه ايوه استاذ عبده. أيوة. اهلا بيك. الحمد لله تمام. معانا النجم ابراهيم عبد القادر بلدك الجميل. انا بتشرف والله يا نجم مشرفنا والله ومشرف مصر كلها. حبيبي ربنا يخليك يا عبده، ربنا يخليك. مش هوصيكم بقى يعني يعني الفنان يعني والله بص يعني بص بس عشان اقول لك كلمه بس للراجل المحترم اللي قدامك دوت. قول. يعني انا بتكلم اللي انا بمشي بالشارع في وسط وسط اشوفه بس في وسط الله. الحمد لله. يعني مش اللي هو بس لا لا البلد يعني. فانا فرحان اللي هو اخذ الخطوه دي وانا باذن الله من اول ما يجيلينه ربنا يخليك كده على الهواء باذن الله باذن الله انا يعني هسأل حبيبي ربنا يخليك، ربنا يعزك يا حبيبي، ده ابن بلدي واتشرف بيك طبعا يا حبيبي. هو داعم ليكم ان شاء الله وانتم داعمين كمان، لان هو مقدم الحمد لله خطه كبيره ليكم ولنجاح البلد يعني يا رب. وهيفرغ نفسه بس اكيد مش هنقدر يعني نستغنى عن صوته وجمهوره الحبيب، هينتظر منه برضه الاعمال الجميله اللي هيقدمها لنا. طب نسمع حاجه للاستاذ ابراهيم عبد القادر، نسمع له حاجه من الاعمال الكليبات. حسن فتحي احنا النهارده تليفونات مفتوحه. حسن طيب جميل فتحي اسكندريه يعني برضه خط حبايب اسكندريه طبعا معاك على الخط. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ حسن. اهلا بيك. اهلا بيك يا ست كل. علي الصوت شويه عشان مش سامعينك. الو الو. معلش خطأت. اسكندريه الجميله بلدي. الو. طب نسمع حاجه للاستاذ ابراهيم، نشوف كليب ليه، نشوف كليب ليه. الو. ايوه مين؟ ايوه معاك يا فندم. مين؟ الو. تليفونات جالنا من اسكندريه وبورسعيد. حبايبي حبايبي اسكندريه. عصام من الشرقيه. عصام من الشرقيه طبعا. اهلا وسهلا يا عصام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اهلا بيك. ممكن اتكلم من الصبر؟ اي عصام انا معاك يا حبيبي اتفضل. ايوه يا استاذ ابراهيم. كل سنه وانت طيب، اهلا بيك. عامل طيب يا استاذ ابراهيم؟ كل عام وانت يا باشا. اهلا بيك. انا معجب حضرتك وعلى فكره بحب حضرتك قوي. ده شرف ليا ويعني تحياتي ليك ولاهل الشرقيه. الله يخليك يا استاذ ابراهيم، الله يخليك يا باشا. اتشرفت بيك يا حبيبي والله، شكرا للمداخله الجميله دي. هيسمعنا حاجه؟ حاضر، بس احنا معانا حسن من اسكندريه رجع تاني الاتصال. طيب يا حسن اهلا بيك يا حسن. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو علي اتفضل. ايوه ست كل اهلا وسهلا. يا ابو علي اتفضل. عامل ايه يا باشا؟ انت يعني حاول توطي صوت التلفزيون بس عشان نسمع بعض. حاضر. ازيك يا ابو علي؟ تحياتي ليك واهل اسكندريه. اهلا بيك يا باشا حبيبي. فرصه سعيده العظيم صراحه، معجب بحضرتك يعني ده. وفنان كبير يعني، ربنا يخليك لينا. شرف ليا، ربنا يعزك يا ابو علي. بكل اسكندريه الصراحه بتحبك. ده حبايبي دول في اول شريط دول كسروا الدنيا في اسكندريه طبعا. تفكر غنيت لهم ايه؟ طبعا. اسمع حضرتك ونفسي اسمع اغنيه من حضرتك يعني. حاضر حاضر حالا حاضر. اشكرك، هنسمع حاجه منه قالها لكم في اسكندريه. معانا برضو حد تاني. الو. اكرم مكرم اسكندريه. اهلا بيك يا مكرم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك من البحيره. من البحيره احسن ناس، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مكرم. الله يكرمك الله يكرمك. نسمع حاجه وطنيه كده للراجل الوطني المحترم. حاضر 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 حاضر. حاجه وطنيه للراجل الوطني المحترم. حاضر 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 حاضر. طب يلا بينا نسمع حاجه وطنيه لينا كلنا. يلا بينا نغني مع بعض. طب يلا نغني. مش عارف بحب قوي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف نبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكفر
كلام عند التحدي ألا تاج العناء في مفرق الشرق وضراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عظيم من له في الأوليات ومجدي. يا سلام يا سلام. عايزة حاجة لبورسعيد؟ انت قلت حضرني حاجة لبورسعيد. يا بورسعيد يا بلدي أنا جاي لك من بعيد لاجل ما ناخد وندي للشوق عمال يزيد. يا بلد انا روحي فيكي دايب من الخوف عليكي. يا بلد انا روحي فيكي دايب من الخوف عليكي. وحياة دم الشهيد وحياة دم الشهيد ضميني دفيني بالحضن يا بورسعيد. الله عليك الله عليك. بنغنيها في الأعياد القومية ولها تاريخ يعني. هي يعني الحان راجب الشاذلي وكلمات إبراهيم الباني وتوزيع سراج حمودة و يعني الجديد 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 عشان طيب الجديد ما نسيتوش. الجديد ان انا فعلا قاعد بعمل برنامج ليا في الفتره اللي جايه بكتبه بحروف من نور ومن دمي عشان هتكون القاعده الاساسيه لخدمه اهل بلدي بورسعيد وابناء دايرتي ومصر كلها كنائب. بتمنى ربنا يديني الفرصه دي يا رب. وزي ما ربنا وفقني في بدايه عمل فني عمل صدى كبير وبقى اسم ابراهيم عبد القادر في العالم العربي ومصر، اتمنى ان انا اكون نائب مثال يحتذى به نظيف، نائب للغلابه، نائب للحق، جريء، قوي، الموهوبين في كل المحافظات، مجاهد طبعا. بورسعيد محتاجه مجاهد على فكره. صحيح محتاجه مجاهد اكيد اكيد، ما يفكرش في حاجه تانية غير خدمه بورسعيد. وده اللي وعد بيه الناس. يا رب. احنا عارفه حضرتك انك هتبنى كمان المواهب وكمان المسؤولين في المحافظات الاخرى اللي حواليك. تمام. عندنا مواهب مصر ارض خصبه جدا بالمواهب الجميله جدا. عندنا انت عارف انا عامله مواهب اونلاين وانا بدعم مواهب اونلاين عندي على اكيد على السوشيال ميديا. تمام. الحمد لله ترندات لمواهب مصر كلها والعالم العربي. جميل. عندنا موهبه يعني الحمد لله اصغر شاعره في مصر حازت على عده يعني الحمد لله جوائز من خلال الرئاسه ومستشارين تبارك وشاركت في حاجات كتير ووطنيه جدا واول دوال لشاعره صغيره يعني لسه اصدرته من خلال ايام. يلا. وحبت النهارده وجودك فحبينا انها ده شرف يعني تكون داعم ليها من خلال بورسعيد ومن خلال دمياط. معانا جميله هاجر مترد النهارده هتشرف حضرتك ونسمع منها جميله. ده شرف ليا يعني. ده شرف ليا. تعالي يا هاجر. هاجر جميله ايه ده انا اقوم اعمل كده. تعظيم سلام. تعظيم سلام. ازاي يا فندم؟ عامل ايه يا فندم؟ الحمد لله كله تمام يا فندم. تمام يا فندم. يا فندم اتفضلي يا فندم. هاجر حبيبتي جميله هاجر الجميله يعني تبارك الله تبارك الله سيادة العقيد يعني سيادة العقيد هاجر وطنية بتعشق مصر ومن دمياط والأهل كمان حبايبي دمياط يعني طبعًا. كمان الأسرة بتشجع الموهبة الجميلة دي وجايين من دمياط دلوقتي عشان يعني يكونوا حاضرين النهاردة في ده شرف ليا. هاجر احكي لنا معاك النجم الجديد الكبير إبراهيم عبد القادر وداعم ليكم لدمياط طبعا ولكل المواهب طبعا تحياتي لحضرتك. اتشرفت بمعرفة حضرتك وان انا قابلت حضرتك النهارده وعلى فكره انا من متابعينك حبيبتي. ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك. هسمعيني ايه النهارده؟ هسمعكم قصيده بعنوان انا لجيشه كلمات الشهيد العقيد احمد المنسي. طب ناخد الهند؟ ممكن ده طبعا. سمعين الاحساس والاداء ومخارج الالفاظ كل ده احنا ايه خدي بالك يلا مش بننسى الكلام ده يلا حبيبي. في البدايه حابه اعرفكم بنفسي انا هاجر اشرف متيرد من محافظه دمياط عندي 11 سنه في الصف الخامس الابتدائي. حصلت على عده جوائز وحصلت على عده القاب منهم انشوده مصريه من العميد مجدي صقر وسفير شعراء الطفوله من سفير دعاء عماد الدين وبرده سفيرة شعراء الطفولة من سفير دعاء عماد الدين وأميرة شعراء الطفولة من الشاعر الإسكندراني
خير السلكاوي، وبرده سفيرة التحدي والسلام العالمي صوت المرأة الجزائرية للاستثمار، وحصلت على سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة لمؤسسة عبد القادر الحسيني بدمياط. قصيدتي بعنوان عايزين كل عايزين كل الموهوبين عندنا الشرف بقى يعني الشرف ان احنا نقعد وياك. شرفنا بيك، ربنا يخليك يا رب. أنا الجيش صلبا لا ألينا، أقسمنا ما نركع إلا لبارينا، في خضم اليأس نحرس أرضها، ليبقى الإباء أسمى أمانينا، لمرضاة الله نبغيه عملا، ومن غدر الأعادي رضاكم يداوينا، صمتنا العزم وفي خطانا النار، والجحيم لا ينظر من يعادينا، ومن آيات الله أخذنا منهجا، وسنة محمدا قائدنا وهادينا، ما نال العدو أبدا من عزائمنا، ويبقى من الماضي لنا ما يواسينا، صدقنا ما عهدنا عليه الله، وننظر القادة قادتنا الأولين، قتلانا عند ربهم يرزقون، وبالجهاد على العهد محافظين، فلا لوم إن أسأت الظن بي، فوالله لا ألومن الجاهلين، نحن أمن مصر نحميها سويا، ونصد كيد الحاقدين، نحن أمن مصر نحميها سويا، ونصد كيد الحاقدين. الله عليك. هاجر كمان أول شاعرة كمان أنت يعني أصدر لها ديوان. والله الديوان عبارة عن إيه؟ الديوان عبارة عن عدة قصائد، منهم قصيدة عن المعاق، كتبت عن المعاق، كتبت عن مصر، كتبت عن الشهيد، كتبت الديوان متنوع. هو ديوان تشكيلي، في الأول 15 قصيدة وفي الآخر كام رسم أنا رسمته. أنا عايز أسألك سؤال بقى. تفضل. عايزك تقولي للي شايفينك دلوقتي من ابناء جيلك في سنك، هتقول رساله التجربه بتاعتك بدات ازاي، وممكن يعني اللي شايفك ده ياخد الدور ده ويتبناه ازاي ويجود من نفسه ويبقى زيك كده سياده العقيد هاجر. يلا نقول رساله على السريع. يلا قولوا لهم مين اللي ساعدك ومين اللي قدمك ومين يعني رساله ليهم كده. في البدايه أنا عايزة أقول لكم كلكم، كل شباب مصر وأطفال مصر، إحنا غد مصر المشرق، إحنا اللي هنقوم بمصر، إحنا اللي جايين، إحنا المستقبل اللي جاي بإذن الله تعالى. طبعاً إحنا أطفال مصر بندافع عن أرضنا بالعلم وبالأنشودة، بنغرد في حب وطننا، فإحنا كده بندافع عن أرضنا وبالاجتهاد وبالعمل، لأن إحنا ورانا أطفال أبطال من حديد الجيش المصري. شكرا لكم بجد، لولاكم كنا زماننا زي سوريا ولبنان دلوقتي. احنا بنشكر هاجر على الكلام الجميل. إيه انا مش عارف ارد، انا سايبه تتكلم. انا بشكر حضرتك استاذ ابراهيم، قول كلمه لجمهورنا عشان احنا طبعا يعني بشكر حضرتك على اللقاء. ربنا يعزك. ونغني مع بعض حاجه جميله نختم بيها اللقاء. طيب انا هقوم جنبها، انا هقوم جنبها. اولا انا بهديك كده ربنا يخليك. ربنا يخليك. حاجه بسيطه. الله هاجر حبيبتي اسعدتيني. اسمحي لي بقى اهديها المصحف ده لهاجر. لهاجر ميرسي جدا. واقول لك انتي انتي بلادي الجميله، نجمتنا النهارده. انتي اللي كنت نجمتنا النهارده. سعداء جدا باللقاء جميل. ونغني لمصر. يلا انتي بلادي الجميله. يا اغلى اسمي في الوجود يا مصر، اسمي مخلوق للخلود يا مصر، يا اغلى اسمي في الوجود